تأمل شاكرا القاعدي. نجلس وضعية مريحة، استقيمي العمود الفقري، عيوننا زاوية 30، حاول ننظر لنقطة في الأمام على بعد نصف متر منا. منحرك الكفين حركة اهتزازية وكأنه عم ننفض مثل الطير الجناحين، عم نطرد كل الطاقات السلبية والضغوط النفسية من خلال هاي الحركة. نحط اليدين وضعية مريحة، كفين مفتوحتين للأعلى، ناخذ شهيق سفير ونرخي الكتفين، الذراعين، الكفين، أصابع الكفين. شهيق من جديد، نحبس النفس قليلا، زفير، استرخاء أكثر لكل الجسم، غمض العيون. شهيق من جديد، زفير، كل ما عم ناخذ شهيق شحن الخلايا بالأكسجين، الزفير استرخاء. نقدر هذا الوجود المادي وكأنه متسيدين عليه تماما، متملكينه، مستملكين منه. الجسم مرتخي تماما على الأرض، كل وزننا على الأرض، كل واحد بيعرف له وزن برقم معين. كل هذا الوزن بكامل ثقله على الأرض الآن. عم نلامس الأرض بنقاط محددة، منركز وعينا على الشاكرا القاعدي أسفل العمود الفقري، نهاية العمود الفقري. طاقة أساسية لوجودنا المادي وأعمار الجسد بخلوه من الأمراض وبقائه صحيحا مستقيما متوازنا، يعيش شبابا دائما طيلة قدره الأرضي. نأكد على استرخاء من جديد الكتفين والذراعين، نتصور فراغ اللي بين الأرض ومكان جلوسنا وكأنه بساط رقيق جدا، فراغ دقيق كثير. منركز انتباهنا على هذا الفراغ بين الأرض وبين مكان جلوسنا، محل نقاط تلامس الجلوس على الأرض في فراغ. نتوسع بهالفراغ ونتعمق فيه للأرض أكثر، نتجذر بالأرض. نتأرض. منحس بامتنان للأرض اللي مجذرتنا فيها.
ننتقل للمستوى الثاني من وجودنا، نراقب التنفس. نحن متجذرين بالأرض الآن، راقب الشهيق والزفير. خفيف شهيق وزفير، خفيف عادي. الشهيق القصير وكأنه عم نأخذ رائحة الورد الجوري مثلا، أو الياسمين، أو اللافندر، أي رائحة عطرية من حبها بالشهيق عم نشهقها. وزفير تنفس قصير مع هذا النوع. من أخذ عبير الورود عبق هذا العبير عم تغلغل عبر الشهيق لكل الدماغ. بالزفير استرخاء. حاسة الشم مرتبطة بشاكرا القاعدي، الآن صار في تناغم بين شاكرا القاعدي والدماغ. شهيق قصير أيضا، نتأكد من رائحة العبير تدخل للدماغ. هذا الوعي بإرادتنا أو بغير إرادتنا لأجزاء معينة من الدماغ ينشط شاكرا القاعدي. ننتقل لوجودنا الثالث الآن، وهذا الوجود أيضا من ضمن طاقات شاكرا القاعدي بهذا المستوى. نتصور أنه جسمنا المادي هو مادة الشمع، قاعدة الشمع واللهب مع الضوء بالرأس هو الفكر عم يتوسع بالنور. بيلامس جدران المكان اللي نحن قاعدين فيه، بيسمع البيئة، بحس بالطبيعة. يشعر من خلال هذا التناغم بين دماغ شاكرا القاعدي مع هذا الوعي انه الفكر اداة عم نستخدمها بوعي للتناغم مع عناصر الطبيعة بوجودها المادي. هي اصوات الخلق، جمال الطبيعة بانسجام تام. نحن سعداء مع هذا الانسجام، مع هذا الوعي. نحن أثرياء جدا 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 مع هذا الكون الثري إلى ما لا نهاية. عم نتمنى تناغم والثراء والسعادة والسلام لكل الخلق. الكون يتسع للجميع، نفوسنا متسعة
بثراء، بجمال، بسلام، بمحبة، بلطف. تريد السعة والازدهار والرخاء للجميع. هي مخلوقات الإله الواسع المحب الرحيم، تعزف سيمفونية الحياة، كل يسبح بتسبيحاته الخاصة، والإنسان الآن مع هذا التأمل يسبح بتسبيحات خاصة ويشعر مشاعر الجمال مع هذا الوجود الطبيعي الواسع الثري. يشعر بالثراء ويشعر بالرخاء ويشعر بالجمال. مخلوق كامل أتى من الكمال، ما بينقص شيء، فقط عليه أن يعود لنفسه. هذا الوعي الشاهد على الفكر اللي عم يجذب لنا هاي الأصوات عبر الحواس. نحن نعي الآن أهمية الفكر لأننا نسيطر عليه وأيضا على الجسد. نحن نشهد الحدث، كائنات روحية تشهد تفاعل الحواس مع العناصر الطبيعية من خلال الفكر. نحن نتسيد على الفكر الآن. بتسيدنا على الفكر شعرنا بجمال الروح الواحد في الجميع وتسبيحات كل الوجود، ففي كل ذرة من ذرات هذا الوجود فم يسبح الإله. ناخذ شهيق زفير، نبدأ بالإحساس بالمكان أكثر، كمان شهيق من جديد، نحس بوجودنا المادي أكثر، عم نقلص هذا الاتساع، عم نرجع لحدودنا الحسية، يتحكم بالفكر. شهيق من جديد، زفير، عم نرجع للجسم المادي، عم نحس بأهمية وجودنا، تجذرنا الأرضي، ومن هذا التجذر وتناغم شاكرا القاعدي عم نرتفع لسماوات الوجود.
الأعلى. كمان تنفس من جديد مع ابتسامة، ابتسامة تعلو الوجوه، تعبر عن فرحنا بوعي وجودنا من خلال طاقات مختلفة للتناغم مع هذا الكون. ننقل ابتسامة لقفا الراس، لكل الخلايا. شهيق من جديد بعينين نصف مفتوحتين من جديد. عم ننظر بزاوية 30 نفس اللي بدأنا فيها. سلام سلام سلام.